يمسي المصريون على تطور في المشهد السياسي ويصبحون على آخر، وكلما اعتقدوا أن الأمور في طريق الانفراج تبين أنها أصبحت أكثر تعقيداً. كان الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن رئيس مصر الجديد، لكن سرعان ما قررت لجنة الانتخابات تأجيل ذلك إلى حين الفصل في مئات الطعون التي قدمها المتنافسان على الرئاسة. لكن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية قد يطيل حالة عدم اليقين ويزيد من التوتر في الوقت الذي يتساءل فيه المصريون متى سيسلم المجلس العسكري السلطة، وعن الدور الذي سيلعبه في قيادة البلاد في المرحلة المقبلة. الإعلان الدستوري من وجهة نظرنا ما زلت أقول أنه ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري، خاصة في هذا التوقيت الحرج. يعني يصدر إعلان دستوري قبل الانتخابات ب 48 ساعة ليربك المشهد السياسي، ليأخذ سلطة التشريع من المجلس المنتخب، ليضع قيود على الجمعية التأسيسية للدستور. هذا أمر غير مقبول وافتئات على سلطة الرئيس أيا كان. في ميدان التحرير بدأ الآلاف من المصريين اعتصاما مفتوحا في محاولة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. أجيل إعلان الانتخابات معناه حاجة واحدة بس، أن هناك نية مبيتة للغدر بالرئيس المنتخب الذي يبدو أنه أعلى صوتا، والعمل معه كما جرى مع مجلس الشعب المنتخب من 30 مليون مصري. وبالرغم من الشد والجذب بين حملتي مرسي وشفيق والحرب النفسية التي خاضها الفريقان في إعلان كل منهما فوزه بانتخابات الرئاسة، خرجت حملة شفيق لتقول إنها ستقبل بالنتيجة التي تعلنها لجنة انتخابات الرئاسة أيا كان مضمونها. في نهاية المطاف فإن المرشح أحمد شفيق سيقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت، وقد أكد ذلك في عدد من المناسبات، وأريد أن أؤكد اليوم أنه في حال أعلن محمد مرسي رئيسا للبلاد فإن أول مكالمة هاتفية له ستكون من أحمد شفيق، بل إنه سيضع كل خدماته في مصلحة البلاد، فنحن نسعى من أجل تحقيق الوحدة. وتأتي هذه التطورات فيما يزداد المشهد السياسي تعقيدا، فأزمة حل مجلس الشعب مستمرة، والمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أصبحت أكثر إلحاحاً. عبد القادر بلحاج، بي بي سي.